مع الوزير. تقول ايه النهارده للشعب المصري؟ انت شايف البانوراما الكبيره النهارده في مدينه السلام العالميه مدينه شرم الشيخ، وشايف الكم الهائل من ابناء مصر البرره الموجودين النهارده على ارض الواقع في مدينه شرم الشيخ. بيقولوا ايه؟ بيقولوا كمل جميلك واختار رئيسك. هم جايين النهارده بيقولوا لشعب مصر وبيقولوا للفريق كمل جميلك واختار رئيسك. يا شعب مصر، يا شعب السلام، يا شعب المودة، يا شعب الحرية، للفريق أول عبد الفتاح السيسي. عايزين نطمن من حضرتك بقى على الوضع في سيناء. الحمد لله. أنت شايف إيه؟ بسم الله ما شاء الله. انت جيت من نفق الشهيد احمد حمدي حتى مدينه شرم الشيخ، والحمد لله الامن مستتب، وسينا بخير، ومصر بخير، والقوات المسلحه بخير، والشرطه بخير في سينا ان شاء الله. وبدو سينا هم اللي صمدوا، وهم اللي صبروا، وهم اللي كانوا النضاره اللامعه في أحلك الظروف أيام الظلام الدامس. هم اللي اشتركوا مع أبناء مصر البررة من رجال القوات المسلحة في حرب 73 وعودة سيناء إلى الأم الحبيبة مصر. فتحيا مصر والله أكبر. سيدنا الشيخ بنرحب بيك في باب أخبار اليوم. شكرا حبيبي وشكرا لأخبار فريق أول. عبد الفتاح السيسي زعيم عربي، زيادة على أنه هو زعيم مصري فهو زعيم عربي. نتمنى التوفيق إن شاء الله. هو بقى بالضغط الشعبي سوف ينصاع لرأي الجماهير إن شاء الله. الشعب المصري هيضغط عليه بكل الطرق وكل الوسائل حتى يقود مصر إلى بر الأمان. أستاذ ناصر، عايزين نقول لحضرتك بما أنك من مدن الصعيد ومحافظات الصعيد، رأي الناس في الصعيد إيه؟ عشان هناك يوجد هناك بعض برضو من الناس اللي هي قليلة ثقافيا أو يرجع للقبائليات. عايزين نعرف حضرتك هناك الإخوان، في إخوان هناك ولا بنسبة بسيطة، ولا هناك التيار المدني أو التيار الليبرالي المتفوق؟ بالنسبة لصعيد مصر، صعيد مصر رجالة، وبما إنهم رجالة هيختاروا الفريق عبد الفتاح السيسي. والإخوان كان في اسمه الإخوان وانقرض بعد ما طلع البطل القومي الشجاع الأسد رجل مصر الأول الفريق أول عبد الفتاح السيسي. فتأكد بكل التأكيد، عينك لا ترى إخواني على وجه الأرض. إيه يا استعداد الحملة اليوم 25 يناير؟ حشد لا تراه عينك من قبل ولا من بعد. سوف نحشد للفريق أول عبد الفتاح السيسي ما لا تراه عينك من قبل، من بشر، من مصريين، مواطنين، أشراف، وطنيين، للاحتفال بيوم الثورة، يوم ثورة 30 و25، ثورة مصر، أبطال مصر وشعب مصر العظيم.